مش بيرد، رجع ثاني ما يردش عليا، مع انه اعتذر لي وقال لي ان هو كان مشغول الايام اللي فاتت وما يتصل بيا على طول. انت شفتي العروسه اللي هو جابها لي؟ هو ليه ماشي كده من غير ما يسلم عليا؟ لو كان قاعد يهزر معايا الصبح وكان جميل، ليه بقى رجع تاني كده؟ طب هو قال لك ايه خلاكي متضايقه كده يا مريومة؟ ما تخافيش مش هقول للمامي. يا مريومة! الجنان ده بتنطي في الميه في الشتاء بهدومك كمان؟ ايه الجنان ده؟ تعرفي ان مامي مش بتعرف تعوم مع انها بتحب الميه قوي. يلا يلا اكلي بتاكي جاهز. اوكي بتنطف في الميه بقدامها. ايوه she does crazy things. مش انا قابلت ملك وقلت لها ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك وان رجعتك لعزوتي وانه قريب قوي 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 هنكبر في بيت الطاهر. انت بتستعبطي يا مريم؟ ازاي ما تاخديش وقت طلاقك؟ مصحف هتجنيني صراحة كده. انا اكتشفت ان انا كنت ما بفهمش ان يبقى عندي بنت عم حلوة زي كده وانا مش شايفها او عامل مش شايفها. ابقى ما بفهمش. فهمني؟ انا نسيت اقولك ان الصور والفيديوهات كل الحاجات اللي اختك خدتهم دول كوبي، لكن الاصل عندك. مسج نديم فخري، سيبك انت مالك بيه عشان تبعتيه لولادك؟ جبتها عنوانه منين؟ مش معنى النهارده. ممكن ملكيش دعوه بالناس اللي انا بشتغل معاها؟ ممكن ولا لا؟ خصوصا بعد لما تتجوز البيه رجل الاعمال اللي قد المقام اللي اسمه نديم فخري. ليه يا مريم؟ ليه ما قلتليش انك متجوزة؟ ليه سبتيني اقرب منك؟ متعلق بيكي؟ قولي لي يا مريم، كنت قولي لي على الاقل يعني على الاقل يعني كنت ما حبيتكيش. Thank you.
ها ابنك ما بيردش يا نادية. هنزله ايه؟ تنزلي فين؟ انت مجنونة. هقلب عليه الدنيا لغاية ما الاقيه. ده ابن الحيلة. اسكتي يا نادية اسكتي. انا قلبي وكن عليه قوي قوي قوي، حاسس ان انا السبب في كل اللي حاصل له ده. واد ما كانش قابلها ولا طايق سيرتها لحد ما حضرتك عملت له العمل اياه. بقول لك ايه، هتنزل معايا ندور عليه ولا انزل لوحدي؟ جرالك ايه ناديه؟ الله، هو موبايل واقع منك هترن عليه وتلاقيه؟ الله، ولا عيل صغير تاه منك في البول هتخليهم ينادوا عليه بالميكروفون؟ كلم امك كلم امك. كلم ايه اللي بتعمليه؟ ما تشعلي النار يا ناديه. ايوه، وانا بقى في عقل من ساعه ما سمعت كلام المخفي اللي كان هنا. ما تفكرنيش يا ناديه، ما تفكرنيش. انا مش مصدق ده. اول ما طلع قسمت الجواز يا اختي وشفتها بعيني الدنيا لفت بيا، لفت. وانا يا زغللت ومش شايف حاجه قدامي. كلكم وصور اوضه النومكم تاني. اني عليك يا طارق يا ابني، اول ما شافها نزل جري. والله يا ناجي انا لحد دلوقتي ما انا مصدق. والله ما انا مصدق. مريم كل ده يطلع منك انت يا مريم، يا طيبه يا اميره يا غلبانه. انا كنت فاكرها ملاك يا اختي بجناحين. اقولك على حاجه؟ قول. انا قلبي كان حاسس. النبي، قلبي كان حاسس من امتى يا ست ناديه؟ ولما كان قلبك حاسس كنت بتسقي ابنك العمل كل يوم في الرايحه وجايه على الريق ليه ام قلب حاسس؟ يعني ما كنتش عايزنا نشتغل عشان الملايين دي تطير من ايدينا؟ طلعت طايره يا ست ناديه، طلعت طايره ومن زمان واحنا مش واخدين بالنا يا ناديه. لا وقال ايه، اسكتي على خيبتي اسكتي. انا اتشملل قوي وافتح صدري قدام المحامي بتاع اختها اقول له ابدا لا يمكن انا هناخد قرش واحد من نصيبهم، ولا الا انا مش عاوز حاجه، وانا كمان متنازل عن نصيبي كله لمريم. حق دي كانت هتبقى خيبه بالويبه لو وافقت. الحمد لله الحمد لله جت من عند ربنا وقالت لا. ايوه ناديه. نعم. الموضوع كده محتاج اعاده تفكير وتخطيط من جديد. الاول اطمن بس بتوع الضرايب عملوا ايه، وبعدين افكر في الجوله الجايه. جوله ايه اللي هتفكر فيها؟ مش تفكر في ابنك الاول؟ ابني ماله يا اختي؟ ابني اتخانق من اللي سمعه، لازم يفك عن نفسه شويه، وعلى اخر النهار هتلاقيه رجع. يعني انا متاكده ان هو عندها دلوقتي. وهيروح لها يعمل ايه؟ يتكلم معاها. ويتكلم معاها في ايه؟ دي ست متجوزه. متجوزه يا ناديه، مش عارفه يعني ايه متجوزه. متجوزه يعني مش مخطوبه. يا ريتها كانت مخطوبه، ولا كانت بتحب، ولا كانت ضربه ورقتين عرفي. انما دي اختي متجوزه بعقد رسمي على يد مأذون. اه يا ناري لو حد يلايمني عليها كنت اطبق في زماره رقبتها. هتعملي ايه بزماره رقبتها؟ دي حتى زماره رقبتها خربانه ما بتزمرش. فاهمه؟ نعم. انا عايز ابني عشان افكله العمل اللي اتنيلت على عيني وعملته له. ايوه، هتفكله ازاي؟ بعد ما وقع على بوزه يا اختي في حبها. لا، ما انا وعدك هخليه يكرهها كره العمى، وهي اخليها متشعلقه بيه. بص يا ناديه. ايه؟ انا عاوز اقول لك كلمتين عشان نبقى متفقين من اولها. قول يا حبيبي، قول. قسما بالله العظيم ثلاثه. لو الحاجات اللي بتعمليها دي كلها ما جابتش نتيجة، هخلي قدامك خيارين اتنين ملهمش تالت. يا طلقك يا اتجوز عليكي. اختاري اللي يريحك في الاتنين دول وقوليلي عليه عشان انفذهولك من دلوقتي. ولو اني انا لو خدت رأيي هقولك اتجوز عليكي ارحم ما طلقك. الأيام جاية كتير؟ هيحصل، بس يا رب ما يجراش حاجة وتنزل على ملعب وشك تاني. تالت
عددهم بقى. مش عارف ان انا والارقام صحاب. عكسي تماما، انا ماليش في الارقام، بحس ان بيني وبينها عداوه. عداوه مع الارقام وانت بزنس وومن؟ بزنس وومن ملكه الخسائر. انت كنت قاعد وسامع. كنتش سامع حاجه، انا كنت مركز احللك المشكله. هي دي بقى مشكلتي، محدش بيصدق اني بحب شغلي لدرجه اني ممكن اخسر. يعني طالما بعمل حاجه وانا مقتنعه بيها هنا، مش مهم حتى لو هصرف عليها. بس ده مش صح، انا بعمل اللي بحبه وبكسب وبشتغل عشان اكسب، واي بزنس مان يقولك عكس كده ما صدقه. انت عايز تقنعني انك عمرك ما خسرت؟ بخسر بس طيب. لازم اكسب علشان اكبر مشاريعي، يبقى عندي فرص عمل جديد، وبكده اعرف اساعد بجد. اللي انا بكسبه ده مش بيخصني لوحدي، ده بيعم على كل اللي بيشتغلوا معايا. بس اللي انت بتقوله ده ملوش دعوة لو انت شخصيا بتحب الفلوس ولا لا. مش موضوع حب وكون، الفلوس باور. انت عارفه الزمن ده ما يليقلوش غير الاقوياء. ضعيف اداس عليه في الدنيا. عندك حق اكيد. ممكن اطلب طلب؟ ادوى السلطه بتاعتك عشان اللي مش حلوه انصحك ما تاكلهاش. بليز. طلب تاني؟ بليز بلاش سيجارة على الريق، انت مش واكل حاجة من الصبح عشان خاطري. حاضر. بون ابيتي. بون ابيتي.